بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم افتح بيني وبين قومي فتحا مبينا. السادة جماهير وسكان مدينة 6 أكتوبر في المقام الأول، والسادة اللي بيسجلوا التاريخ في المقام الثاني، ده برنامج كان المفروض إن كنتوا تشوفوه يظهر منذ سنوات، لكن قدر الله أن يكون هذا البرنامج بسجل الحلقة دي وأنا في تمام سني 70 عام. فهذه الليلة، ليلة عيد ميلادي 70، قررت أن لا نتأخر أكتر من كده، أن احنا نسجل تاريخ أول مدينة مصرية منذ بدايتها حتى الآن. محدش فيكم يقدر يقول لي، لو قلت له تعرف تاريخ مدينة القاهرة مثلا من يوم ما نشأت من 1100 سنة تقريبا، أو مدينة الجيزة، أو أي مدينة على مستوى العالم، هيقول لي لا أنا ما. لكن إحنا الحمد لله حضرنا نشأة هذه المدينة منذ البداية. أنا كنت موجود في زين الدين 6 أكتوبر بصفتي صاحب شركة إعلامية منذ 87-88، وهي دي الفترة الحقيقية اللي بدأت المدينة شبه تكتمل، ويكون في أحياء نسكن فيها أو نمارس فيها النشاط بتاعنا. أنا حاولت كذا محاولة قبل كده ان انا اسجل هذا التاريخ، حتى الناس تقولي انت صحفي ليه ما طلعتش في كتاب، ليه لجأت للميديا الحالية دلوقتي انك انت تسجل هذه الحلقات. ببساطة شديدة هحكي لكم الموضوع ده بالتفصيل فيما بعد. انا كنت ناوي سنة 2005 ان انا اكتب هذا الكتاب، ولكن حصل ظروف وهحكي لكم بعد كده، يعني ظروف سخيفة، لانها كانت ايام سخيفة يعني. المهم ان ربنا شاء وقدر ان انا النهارده التقي بيكم في اول حلقه من حلقات برنامج حكايات من مدينه 6 اكتوبر، وهذا الاسم احنا مسجلينه منذ 3 سنوات علشان احكي لكم نشاه هذه المدينه اللي بجد تعتبر مفخره على مدار منذ نشاه. انت في اول فيديو شفت كلمات الزعيم الراحل رئيس السادات وهو بيتكلم في خطاب النصر في 14 اكتوبر 73، وقال ان هتفضل 6 اكتوبر ديت هي علامه من علامات
بدء تاريخ جديد وبدء نصر جديد. وشفت بعديها على طول فيلم وضع حجر الأساس للمدينة 6 أكتوبر، وده تاريخ مهم جدا جدا جدا، لأن أنا شخصيا بختلف مع جهاز المدينة أو مع هيئة المجتمعات في بداية التاريخ الحقيقي اللي احنا ممكن نقرح فيه المدينة 6 أكتوبر. مدينة 6 أكتوبر صدر القرار الوزاري بنشأتها سنة 79، في إبريل 79، لكن مرت بظروف حتى تم وضع حجر الأساس بتاعها في 15 مارس سنة 81 بواسطة الرئيس الراحل أنور السادات، وكان معاه الرئيس النائب بتاعه الرئيس الراحل مبارك بصفة النائب بتاعه، والمهندس عثمان أحمد عثمان والمهندس الكفراوي. هذا التاريخ الحمد لله إن إحنا لقينا فيديو نصوره، ده اللي زعناه عليكم دلوقتي. الحقيقة أنا رجعت عشان أسجل الفترة الأساسية الأولانية دي من 79 لغاية ما بدأ فعلا يتحط كشك بيسموه جهاز مدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات، أمام المخبز الموجود على طريق الواحات عند كوباية المية الموجودة عند طريق الواحات، وانت نازل المتميز كنت هتلاقي هذا الكشك. المتميز ده أول حي أنشئ في مدينة 6 أكتوبر، وهقول لكم ليه. أنا النهاردة مش عايز أخش في بداية التاريخ، أنا عايز أديكم فكرة عامة عن البرنامج هيمشي إزاي طوال حلقاته الأسبوعية. أنا بقلتش حد ومش هقلت حد ولا لاجئ لأن أنا أحصل على إعلانات. أنا بعمل العمل ده تقاء وجه ربنا سبحانه وتعالى ان يكون لي علم ينتفع به فيما بعد في قبري، وبالتالي هذه شهادة لا هجامل فيها حد ولا حد ينتظر مني مجاملة، وانا الحمد لله معروف عني ان انا رجل صريح وواضح ومليش اغراض ولا ميول، هذكر الحقيقة كما كانت. الحمد لله والموضوع ده ما اعتقدش عند اي حد تاني موجود في اي مدينه من المدن الجديده او اي مدينه انشات قبل كده، ان انا عندي سجل كامل لاعداد جريده اخبار ومجله اكتوبر نيوز، اخبار اكتوبر من سنه 96 كامله. من قبل 96 انا كنت بصدر بروشور سنوي عن انجازات والوضع الحالي للمدينة 6 أكتوبر، فبالتالي التاريخ عندي معروف جدا. لجأت في الفترة اللي هي فترة البناء اللي هي من ساعة ما صدر القرار الجمهوري حتى بدأت 6 أكتوبر تنشأ إلى معالي الوزير الله يرحمه حسب الله الكفراوي في حديث طويل مسجل حكالي فيه بعض الأمور المهمة جدا واللي هتفاجئوا بيها، إن أول مدينة أنشأت جديدة كانت في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وهنجلها بالتفصيل وبالتاريخ وكل حاجة. وكمان لجأ لشيخ المهندسين الله يرحمه مهندس صبور حسين صبور، لأن هو كان مسكين الإشراف عن وضع عمل المخطط الرئيسي لمدينة 6 أكتوبر من سنة 79، وعلى المعوقات اللي عطلت إنشاء المدينة ووضع حجر أساسها في 15 مارس 81. كل ده هنجيله بالتفصيل، أنا بديكم فكرة عامة. النهاردة الشهر ده أكتوبر 48 سنة مضت على نصر أكتوبر العظيم، ودفحت إحنا مدينة 6 أكتوبر خدت هذا التاريخ من نصر أكتوبر العظيم، وستظل عظيمة بهذا النصر إلى الأبد إن شاء الله. طيب دلوقتي الشهر ده الحمد لله كله كان احتفالات، سواء في مدينة 6 أكتوبر الأم أو في مدينة 6 حدائق أكتوبر التي احتفلت عملت حفلة يعني محترمة ورائعة وكله.
أنا يهمني النهاردة وفي هذه الحلقة الأولى التجريبية إن أنا أسجل هذه الفرحة بانتصارات 6 أكتوبر هنا، وخصوصا إن المدينة تقريبا في حساباتي أنا لو قلنا البداية مع وضع حجر الأساس 15 مارس 81، يبقى النهاردة هي بتتم 41 عام. أما في حسابات الهيئة والجهاز يعني 79 مع قرار للرئيس الجمهوري بإنشاء مدينة 6 أكتوبر يبقى هي بتتم 43 سنة. مفيش خلاف كتير، هحكي لكم كل الحاجات دي بتفاصيل. طيب في واحدة يقول لي يا سيدي ده ماضي وانتهى. لا، الماضي ده هتحتاجه أجيال قادمة ما حضرتكوش وعايزة تعرفه، وأنا مش هسيب الماضي كده، أنا هربطه بالحاضر الموجود حاليا. يعني بقدر الإمكان إحنا عندنا هنا لما تبص المدينة 6 أكتوبر هتلاقيها تمثل جمهورية مصر العربية بالكامل. بمعنى مدينة 6 أكتوبر فيها هيئات وغريبة الشكل، يعني لما تبص لها كده تلاقي إن في 6 أكتوبر كمدينة سكنية أهلا وسهلا بيها، كمدينة صناعية من الدرجة الأولى فيرست كلاس طبعا، لكن في مدينة ترفيهية موجودة فيها متمثلة في دريم لاند، وكان قبل كده كان في كريزي ووتر كان شغال وكان تبع 6 أكتوبر، وكان في مدينة الإنتاج الإعلامي، مدينة طبية أكبر مستشفى في مصر كلها اللي هي دار الفؤاد موجودة عندنا هنا في 6 أكتوبر منذ سنة 94 وضع حاجة أساسها. أما تيجي تمسك الجامعات التعليم، احنا الحمد لله عدد الجامعات عندنا يعني يفوق أي مدينة، وأنا أتعرض ليها وأتعرض لنشأتها وكل حاجة. النوادي ما شاء الله عندنا نادي الزمالك، نادي 6 أكتوبر طبعا ده الأساس وده المهم. الزمالك في حالة إنشاءات، هتقولي راح أكتوبر الجديد، أنا بتكلم الأول في الأول على أكتوبر كلها اللي كانت حاجة واحدة حتى سنة 2017 مع صدور قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات بتقسيم المدينة الكبرى إلى 3 مدن، وهبر واقول لكم بالدوكيومنتس بالوثائق، وان انا كنت عنصر اساسي كرابط الصحفي، كتبت اكثر من 4 مقالات في هذا الموضوع لفصل هذه المدن على اساس ان خلاص دي كبرت اكبر من محافظه القاهره الكبرى، وان الاداره ما ينفعش تكون نفس الاداره اللي بتديرها من سنة 82. كل ده هنتعرض له، هنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله. يعني سيبوني الشهر الأولاني أو الثاني مع بداية السنة الجديدة، البرنامج ده هيكون حوالي من 20 لـ25 دقيقة أسبوعي. إن في 5 دقايق الأخرانيين هيكون لينا مراسل موجود، وهنتابع المشاكل معاكم الموجودة حاليا في المدينة، مش مجرد عرضها بس، لا، ان احنا نتواصل مع السادة المسؤولين ونشوف لها حل كمان. يعني ممكن حد ما يعرفنيش كويس، انا رئيس مجلس ادارة رئيس تحقيق جديد اخبار اكتوبر وعضو من قبل الصحفيين، وكنت عضو في مجلس امناء المدينة اكتر من 15 سنة على فترات متباعدة، على فترات مع بعض، يمكن فترة الإخوان بس اللي أنا بعدت فيها. كنت عضو مجلس إدارة النادي 6 أكتوبر ونائب رئيس مجلس إدارة كمان بالتعيين لفترات، وكل الحاجات دي، عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر وأفتخر، خلتني انت سبوت، زائد أنا صحفي وفي زملاء صحفيين موجودين كانوا في كل مكان، وبالتالي المعلومات كلها عندنا، زائد أرشيف جيد أخبار أكتوبر اللي هنعتمد عليه بالقدر الأول. أنا الحلقات دي مش هخش فيها الحاجات دي كلها،
انا هسيبكم يبقى حلقه بسيطه ترفيهيه، وتعالوا مع بعض نتفرج مع بعض على ازاي المدينه دي احتفلت بالعيد 48 لانتصارات اكتوبر والعيد القومي ليها. كان في اهم حفلات عملت يوم 6 اكتوبر بتنظيم جهاز مدينه 6 اكتوبر، الجهاز نفسه اللي نظمها، وكانت في حفله كبيره عملتها تاني يوم 7 اكتوبر، الخميس 7 اكتوبر، جهاز مدينه حدائق اكتوبر، وبدعم من المستثمرين هناك عملوا حفله واحيتها الفنانه الكبيره انغام. والحفلات توالت في النادي 6 اكتوبر، ومن حسن حظنا ومن جماله ان النهارده 19 اكتوبر وليله 20 اكتوبر زي ما قلت لكم مولد، نحتفل بمولد النبوي الشريف. والحقيقه احنا عندنا حاجه ثقافيه ودينيه عظيمه ما تلاقيهاش في اي مدينه اخرى من المدن الجديده او غيره، وهو اللي هو مؤسسه الحصري، جمعيه الحصري برئاسة الحاجة العزيزة عليا الحاجة ياسمين الحصري. الحاجة ياسمين احتفلت واحنا معاها بالمولد النبوي الشريف في احتفالية جميلة جدا احياء فرقة الروضة السورية في مدح رسول الله. كل الكلام ده اسمحوا لي ان انا ابدأ الحلقة الاولى بهذا الابتهاج وبهذه الاحتفالية الجميلة، على ان نلتقي الخميس القادم باذن الله تعالى في أول حلقة من الحلقات الفعلية اللي هنحكي فيها تاريخ مدينة 6 أكتوبر. وأنا أنتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم، ليس علشان أو اللايكات عشان إعلانات، أنا كنت رافض هذه الفكرة تماما، لكن هي دي الإمكانيات الموجودة في اليوتيوب حاليا. ولو أنتم لاحظتوا أي لقاءات سياسية كبيرة حتى سيادة الرئيس موجود فيها بتنقطع بإعلانات حتى لو مدتها صغيرة. فأنا بعمل هذا العمل لوجه الله تعالى، لا منتظر أخد إيه بعد 70 سنة يعني، لا منتظر دخل منها ولا إيرادات منها الحمد لله، ولو جه منها إيراد ربنا يعلم أنها يعني أنا هخصصه لإيه، هخصصه لعمل الخير بإذن الله تعالى. ونلتقي بإذن الله الحلقة القادمة، وأنا هسيبكم دلوقتي مع هذه الاحتفالات نتفرج عليها كلنا، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. صباح الخير والسلام عليكم. أول مستثمري المدينة وصاحب أول مصنع بالمدينة وصاحب أحد أشهر القنوات الفضائية الراحل العظيم دكتور أحمد بهجت، ويتسلم درع التكريم مجلس الدكتور محمد أحمد بهجت.
تفضل. الراحل الفنان العظيم دكتور باسم فاضل عين بالهيئة في سبتمبر 1985، تولى العديد من المناصب حيث تم تعيينه وكيلا للوزارة في أغسطس 2016، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التكوين، منها على سبيل المثال شهادة تقدير من وزارة الإسكان تقديرا لجهوده في تصميم وتنفيذ ملصقات الإحمال في يوم الإسكان العربي. يتكلم وهي عبد الودود.
والعشرة تحت الشجرة.